اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. تاو يشارك في التدريبات الجماعيه بشكل تدريجي. الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي خاض مرانا قويا مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيره استعدادا لمباراه الاياب امام الاتحاد المنستيري في دور ال 32 من دوري ابطال افريقيا. ادت مجموعه اللاعبين التي خاضت المباراه تدريبات بدنيه في الجيم، بينما ادى بقيه اللاعبين تدريبات متنوعه في الملعب. عشان ما تتخضوش، بس مفيش حاجه اسمها تدريبات بدنيه في الجيم ده تتخض منها، لا، تدريبات بدنيه في الجيم يعني بيعمل شويه حديد على رجله، يعمل شويه حاجات بسيطه جدا، ده بالنسبه للاعبين اللي لعبوا يعني في مباراه امس. بتبقى الامور اكتر منها استشفاء. هتقول لي ده مع ناس، ايوه يا فندم، ده الجديد في كره القدم انه دلوقتي الناس بتعمل حاجات مختلفه علشان يكون هناك بعض الاستشفاء. ممكن يخش يجري شويه مثلا على التريدميل، بيعمل حاجات بسيطه جدا جدا بتخلي بس الدنيا تبقى اهدى شويه. مش مساله تدريبات بدنيه شاقه، التدريبات البدنيه الشاقه دي اللي بتبقى للاعبين اللي ما لعبوش مباراه امس. شارك في المران مجموعه اللاعبين خاضت الجنوب افريقيا، انا اسف، بيرسيتاو بدأ في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني والطبي لعودته للمشاركة بشكل كامل خلال الأيام القادمة. أيضا عمار حمدي يواصل التأهيل البدني. واصل عمار حمدي أداء تدريبات التأهيل البدني فيما خاض حراس الفريق مرانا قويا تحت إشراف ميشيل يانكون، وحقق الأهلي الفوز على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت أمس على ملعب المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير.